إذا كان الإنسان ينوي الذهاب إلى جدة لحاجة له ثم إلى مكة ليؤدي العمرة، فهل يجوز له النزول في جدة ليومين ثم يحرم منها للعمرة؟ إذا كان ناويا للعمرة من بلده فيحرم من الميقات، يروح الجدة وكيفه بعد الإحرام، يروح وهو محرم. أما أنه يتعدى الميقات وهو ناوي العمرة ويقول أنا بجدة وبقعد يومين، ما يجوز له هذا إلا إن كان يبي يروح ويرجع للميقات. إذا كان يبي يروح الجدة ويقعد به يومين أو أكثر وبعدين لبغى يحرم يرجع للميقات الذي تعداه، لا بأس بذلك. نعم.